الموصل أخي الكريم لها دور كبير ومكانة كبيرة في المنطقة، حيث الموقع الاستراتيجي المهم سواء من الناحية العسكرية أو الناحية الاقتصادية أو الناحية السياسية، وحتى من كثير من النواحي الأخرى التاريخية والعلمية وغيرها. ما جرى في الموصل اليوم هو جريمة بحق ذاتها، حيث أن أهل الموصل يعيشون في سلام، وكانوا يعيشون في سلام رغم الضغط الحكومي والميليشياوي الذي كان قبل 10/6/2013، أي قبل دخول داعش. لكن المدينة أجرم بها، حيث أدخلوا داعش رغما عن هذه المدينة، ومعروف الحال بانسحاب ما يسمى بالجيش العراقي بأوامر من المالكي، وأدخلوا داعش، وهم اليوم يعاقبون أكثر من 1.5 مليون مواطن سني موجودين في داخل المدينة بأفعال هم فعلوها، الحكومة هي فعلتها. نحن نتخوف بشكل كبير مما سيجري، ومعلوم ما سيجري، لأن عندنا إثباتات قديمة في الفلوجة وفي صلاح الدين وفي ديالة وفي جرف الصخر وفي حزام بغداد وفي الأنبار عموما. كل مدينة يدخلوها يعملون المجازر فيها بحجة قتال داعش. فالموصل اليوم تتعرض من الآن إلى قصف وحشي شديد، وهو طبعا مستمر منذ يعني سنتين، ولكن الآن قصف وحشي شديد بشكل كبير على يعني على المناطق، كل المناطق، وعلى المواطنين، على العوائل، على المستشفيات، على المساجد، على الجامعات، في كل مكان لم يتركوا شيء إلا وقصفوه، يقولون بحجة إخراج داعش. داعش في الموصل لا تتعدى حسب إحصائياتهم الرسمية من 5000 إلى 8000، يقتلون شعب بأكثر من 1.5 مليون، الباقي بحجة إخراج 8000 على أعلى تقدير. اليوم نحن نتخوف من هذا الأمر بشكل كبير. كذلك المنظمات الدولية تكلمت بشكل صريح، وخاصة منظمة العفو الدولية قبل يومين أصدرت بيانا تؤكد صراحة أن الحشد الشعبي يعمل جرائم شنيعة ترقى إلى جرائم الحرب في الموصل، واتهمت كذلك الحكومة المركزية بذلك. فهذا الأمر الموجود اليوم هو تخوف واضح بأنهم سيعملون يفعلون في أهل الموصل مثل ما فعلوا في الفلوجة وصلاح الدين وديالة وجرف الصخر وغيرها من المناطق. المناطق السنية تعامل طائفي بحت، ما علاقة أهل الموصل بمقتل الحسين رضي الله عنه، وهو الذي قتل في الكوفة، والكوفة تبعد عن الموصل بأكثر من 400 إلى 450 أو 500 كيلومتر، ليس لها علاقة لا في التاريخ القديم ولا في الحالي، بل الموصل والمناطق السنية هي التي كانت ضحية الإرهاب، وهي التي قاتلت الإرهاب في 2007 وقبل 2007، وهي اليوم ترجم بالإرهاب بسبب أنها رفضت الإرهاب، ورفضت إرهاب داعش، ورفضت إرهاب الميليشيات. فهذا الذي رأيتموه أخي الكريم ما هو إلا شعرة من حقيقة ما يجري من المؤامرات ومن الإجرام الذي فعلوه. بل المصيبة الأكبر أن هذه الميليشيات الإرهابية تصور الجرائم بنفسها، وهي تبثها بنفسها، لأنها قد أمنت العقاب، لأن هذه الميليشيات هي تمشي في ركاب المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي، ولا أحد يتكلم يقول هؤلاء يفعلون الإرهاب. هم فعلوا أكثر مما تفعله داعش من الجرائم بآلاف المرات، لكن كل شيء يوجه إلى داعش، وهذا مقصود باتهام أهل السنة بداعش، وهم الذين أكثر الناس الذين تأذوا من داعش وتأذوا من هذه الميليشيات. ليس ممكن أخي الكريم، وإنما بالتأكيد هم يريدون ذلك لعدة أمور. أولا، إحاطة المدينة كما هم يذكرون بأنه الآن الإحصائية الرسمية الأخيرة لعدد مكونات الجيش الذي يحيط بالمدينة أكثر من 80,000 مقاتل بكافة صنوفها، مع الميليشيات، مع الأمريكان، مع أكثر من 6000 إلى 8000 حرس ثوري إيراني، مع كافة الأسلحة والمعدات التي استعملوها في الإجرام. بالتأكيد هم سيفعلون أكثر مما فعلوا في الفلوجة، هذا أمر. الأمر الآخر الذي يؤكد ذلك أنهم لم يتهيئوا لا لهذه الهجرة التي سوف تحدث. بالتأكيد سوف يخرج الناس والعوائل سوف تخرج من المدينة عند الهجوم، لم يتهيئوا بأماكن بديلة كما فعلوا في الفلوجة وغير الفلوجة. هم يريدون أن يبيدوا هذه المدينة كما أبادوا المدن الأخرى. كذلك أخي الكريم، لم يجعلوا هناك ممرات آمنة. رأينا الممرات الآمنة
المشاكل التي قالت عنها الحكومة في الفلوجة وغيرها، أن هذه الممرات وقفت عليها الميليشيات وخطفت ما خطفت في الصقلاوية وغير الصقلاوية، معروف هذا الأمر كله سوف يحدث في الموصل. كذلك الموصل أخي الكريم لها لأمريكا وإيران ثأر تاريخي معها. الموصل أكثر ضباط الجيش العراقي الذين قاتلوا إيران في الحرب القادسية الثانية في الثمانينيات كانوا من أهل الموصل. إيران تكن لهم عداء واضحا وثأرا واضحا، بل هناك صحيفة تركيا تكلمت ونشرت صورة قالت أن هذه العدة، إيران تعد هذه العدة لهذه الحرب منذ 502 سنة، ونحن نعلم بهذا الأمر تماما، أن الموصل لها رمزية خاصة من الناحية استراتيجية، أن إيران تريد أن تسيطر على هذه المدينة لكي تسيطر على كردستان وتتشاغب مع تركيا وكذلك تسيطر على سوريا وكذلك يكون الممر الرئيسي البري يأتي من إيران إلى ديالى إلى صلاح الدين إلى الموصل إلى سوريا، وثم بعد ذلك يدخل إلى لبنان لكي يمد حزب الله بالقوة حتى يكتمل هذا الطريق المهم. وكذلك عندما يسيطرون على الموصل سوف يمنعون الطريق البري بين تركيا وبين العراق وبين الخليج. هناك أمور مهمة جدا، ولذلك القيادة التركية مثلا شعرت بهذا الخطر الكبير فأرادت أن تحمي أمنها القومي، على عكس مع الأسف كثير من العرب الذي يهمهم هذا الأمر لكنهم إلى الآن لم ينتبهوا. فهم اليوم يريدون أن يفعلوا نفس الجرائم التي اختلقوها وفعلوها في المحافظات السنية الأخرى وخاصة في الأنبار وفي ديالى. معلوم أن قلت أن كثير من القيادات التي كانت في الجيش العراقي وكذلك كثير من القيادات التي كانت في المقاومة انضمت إلى المقاومة كانت من أهل الموصل، وأهل الموصل يعني مدينة الموصل تختلف عن باقي المناطق من حيث أمور مهمة. أولا الأمر الأول أن كثير منها فيها الكفاءات الكبيرة من ناحية العسكرية ومن ناحية الطبية ومن ناحية الاقتصادية، يعني فيها خزين استراتيجي من الكفاءات العالية جدا، فهم يحاولون أن يدمروا البلد عندما يقضون على الكفاءات الموجودة في العراق وخاصة في الموصل. عداؤهم مع هذه المدينة عداء استراتيجي كما هو عداء استراتيجي مع الأنبار وفي غيرها من المناطق.